السلام عليكم، اهلا فيكم فيديو جديد. انا اليوم راح اتكلم معكم كالعاده عن الايوس 13، لكن كل الشروحات اللي شرحتها من قبل كنت ادقق على الايفون 6s، ما انه اقوى جهاز يعتبر للان على الايوس 13. فحطت في بالي ليش ما ادقق على الاجهزه القديمه، شوف تجربتنا معاهم اقل الاجهزه. فالايوس 10s يعتبر عليه اقوى معالج للان، فممتاز جدا، لكن ليش ما نجرب اقل الاجهزه اللي بالنسبه لي كنت ما انصح اي شخص يحدثهم الايوس 13. يعني خلاص يعتبر هو اقل شيء ينزل في الجهاز، يعني بيكون قبل ما نزلت لك السوفت وير وتقول لك اوه يمكن ما يشتغل عندك عدل. بالنسبه لي يعني السنوات القديمه كنت اقول حق اي شخص اذا دريت انه هو جهاز حدث له سنوات، السنه الرابعه اقول له تحدث خله على السوفت وير اللي قبل، يمكن يعتبر افضل، لانه تشوفون بعدين خلاص تدري ان هذا السوفت وير اللي هو بيكون على جهازك هذا اخر سوفت وير ينزل عليه، تشوفه ثقيل احيانا. لكن انا استغربت السنه دي على النسخه التجريبيه الاولى للايوس 13 على الايفون اس اي والـ10S، ما توقعت انه بيكون بهذه السرعة. يعني جهازين جلس معها تقريبا اكثر من اسبوع الحين وانا استخدم فيهم، جهازين جبارين، جهازين سريعين، بالنسبة لي اسرع من ايوس 12 كان على الجهازين ديلي. احس ان ابل سرعتهم، ما توقعت انه بيكون كذا. فاول مرة يمكن انصح اي شخص عنده ايفون اس اي او 6S اذا نزل ايوس 13 حتى بدون اي تفكير، السوفتوير عليه جبار، السوفتوير عليه سريع جدا. خلينا نجرب معاكم نبدا ونشوف. طبعا لو بنتكلم معاكم كبداية عن تشغيل الجهاز، الايوس 13 النسخة التجريبية الأولى فيها مشاكل في تشغيل الجهاز وما تشغله، يعني التنس كان ايفون 4 اس تشغله يطول جدا. فلو بنجرب الحين مثلا، طيب 1 2 3 اوكي لما نشوف. فمثل ما نبدا من يمين الايفون اس اي، الايفون 6s، التنس. لو بنجرب الحين طبعا لحد يقول لي كيف نزلته في الايفون 5 ولا في الايفون 6، هذا مو بايفون 5 ولا ايفون 5 اس، هذا ايفون اس اي. 6s اشتغل، الاس اي اشتغل برضو، الايوس 13 على الايفون اس اي وال 6s سريع جدا. شوف التنس كيف يطول. في عندي مشكله هنا ما ادري ايش السالفه، المهم نشتغل الحين. فهذا الشيء اللي راح اجربه معاكم في التنس، ليش الثاني ما راح اجربها. فنبدا الحين بس نجرب الجهازين الاثنين هم هذيلي. لو بنشوف الجهازين مثل ما قلت لكم ممتازين، في شيء سوت فيه ابل ما ادري كيف، يعني ما كانوا نفس دي السرعة من قبل، بس ما أدري شلون. لو نشوف الحين، خلنا نشوف مثلا الوضع الليلي، خلنا نخلي واحد شغال الوضع الليلي وواحد طافي. لو نخش الإعدادات مثل ما نشوف هذا الوضع الليلي وهنا بالوضع الليلي. أوكي نشوف البرامج المفتوحة، نسكرها. أوكي نبدأ معاكم مثلا نفتح الصور، 1 2 3 شوفوا كيف سرعتها. أوكي إذا ما في شيء، بس إذا في أشياء ننزل فيها اشياء، بشوف كيف السرعه. نفتح مثلا الكاميرا، فتحت. نطلع نفتح الساعه. ما ادري، حس الاس اي والسكس اس فيهم شيء، ابل صوت فيه شيء، ما ادري كيف صار هالسرعه. نشوف الهيلث، ما ضغطت عليه ذا، بس حتى لو يعني شوف كيف السرعه. المكالمات، نطلع الرسائل، سريع في شيء، لدرجة اني مستغرب من سرعتهم. هذا اللي خلاني اسوي فيديو منفصل حق الاجهزة دي القديمة بالايوس 13. اب ستور، شوفوا كيف نزل برنامج معاكم انستغرام، والانستغرام جاهز هنا، نحمله هنا نشوف السرعة كيف. ضغطنا عليه، نطلع نشوف هنا يحمل، بدأ التحميل، سريع ممتاز. أبل صوت السحر في الجهاز، الجهازين ذي اللي يعتبرون هذا آخر نظام ينزل لهم. الايوس 14 اللي بينزل السنة الجاية مثلا في نفس الوقت مؤتمر أبل ما راح ينزل عليهم. نجرب برامج أو ألعاب من هنا مثلا، نشوف على الترند المحطين، نحمل ذي اللعبة. ضغط خروج، أنا ليش ما سوى. طيب نفتر هنا نشوف هنا. أوكي مرة ثانية انستغرام خلص، الحين بدأ يحمل اللعبة مثل ما نشوف، بدأ في التحميل، خلصت اللعبة. فتح اللعبة مثلا. نصيحتي أي شخص عنده الـ 6S الـ SE بدون أي تردد، حتى إذا نزل في سبتمبر بعد عيد الحج بشهر، على طول حتى على الايوس 13. طبعا بنمشي معاكم نشوف النسخه الثانيه والثالثه ونشوف معاكم، راح اسوي لهم فيديوهات خاصه فيهم بعد كل نسخه تنزل، نشوف الاداء حقهم مثل ما نشوف. اوكي في بطء الحين في تحميل اللعبه،
لكن هذا يمكن من المبرمج نفسه ما بعد يحدث اللعبة. يكفي الحين اللي سوينا. خلنا نجرب معاكم جيك بنش نشوف هذول المعالجات. طبعا المعالجين اثنين هم الرام فيهم 2 جيجا مثل ما نشوف. المعالج اللي هنا نفس المعالج اللي هنا بالضبط، لان ال 6S وال SE نفس السنة نزلوا اثنينهم، لكن ال SE كشكل شكل الايفون 5S وهذا الشكل الجديد او الشكل الجديد في السنة يعني. المعالج كرقم نفسه، لكن بما ان هنا الريزولوشن اقل والشاشة اصغر فراح يكون هنا الاداء افضل، لكن نشوف نخش معكم نشوف. ضغط هنا نبدأ نرجع معاكم بعد ما نخلص. طيب مثل ما نشوف الحين هذا اداء المعالجات تقريبا نفس الشيء بالضبط. الفرق الوحيد هنا كم، هنا كان 26 هنا 67. مثل ما قلت لكم في الاصل انه كان يكون هنا اقوى بان نفس المعالج، لكن هنا موارد الجهاز والشاشه اصغر والوضوح اقل فيكون افضل. مثل ما نشوف افضل بشكل بسيط. نرجع مره ثانيه نشوف معالج الرسوميات، نرجع نروح حق معالج الرسوميات هنا نضغط ونشوف، نرجع معك بعد ما يخلص. مثل ما نشوف معالج الرسوميات برضو يعتبر هنا اقوى بشوي، اقوى نقول 300 او 400 الا اوكي. فبس هذا الفيديو، ومثل ما قلت لكم هذا النسختين اللي هو النسخة التجريبية الاولى الاي او اس 13. نخش هنا نخش هنا مثل ما نشوف 13.0 و 13.0. البلت ان هنا راح نبدا معاكم نكمل. البلت ان اثنينهم نفس النسخه فما يحتاج نسوي اثنين، نصور واحده بس تكفي، ما يحتاج نكمل اصلا. واتوقع انه ما يحتاج اصلا نسوي البلت ان يعني خلاص، لان بنسويها على ايفون 10S. هنا بس نشوف سرعه الجهازين. بس في نهايه الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناه، نشر المقطع وعمل لايك للمقطع، وتعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسوني من دعواتكم. السلام عليكم.